الحشد الشعبي قادر على الرد وإخراج القوات الأمريكية اليوم قبل غدا، ولكننا ألزمنا أنفسنا بأننا نتبع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولو أمر القائد العام للقوات المسلحة الآن قوات الحشد الشعبي بالعمل وإخراج القواعد الأمريكية من أرض العراق ما يكون إلا ساعات، وسوف تجد العمليات الجهادية البطولية على هذه القواعد وإخراجها.